هو ليه النادي الاهلي قدم شكوى في عبد الله السعيد؟ هقول لكم حالا واحده واحده ونتكلم مع بعض بالمنطق وبالترتيب العقلاني للموضوع. عبد الله السعيد كان سوف ينتقل الى نادي اخر في تجديده الاخير قبل ما ينتقل لاي نادي لما كان موجود في النادي الاهلي، اخر تجديد لعبد الله السعيد. جه عبد الله السعيد مضى في النادي الاهلي مره اخرى، واتعمل في ذلك الوقت لما النادي الاهلي حب يبيعه اتعمل عقد ثلاثي. عقد ثلاثي ما بين عبد الله السعيد والنادي الاهلي ونادي اهلي جد. لما كان عبد الله رايح نادي اهلي جد. اتكتب في العقد الثلاثي ده ايه؟ ان في خلال 3 سنين ان عبد الله ما ينفعش يرجع مصر الا لو اتدفع 2 مليون دولار. الا لو اتدفع 2 مليون دولار. العقد ده مرة تانية، العقد ده عقد ثلاثي ما بين النادي الأهلي وعبد الله السعيد ونادي أهلي جد، بما إن النادي الأهلي هو اللي يمتلك بطاقة اللاعب في ذلك الوقت فهو طرف، والنادي أهلي جد اللي عايز عبد الله السعيد طرف، وعبد الله اللي هو الطرف الثالث اللي هو اللاعب. خلاص؟ فالعقد اتكتب إن لو عبد الله السعيد راح لأي نادي مصري في خلال ال3 سنين في حال على سبيل الإعارة أو على سبيل البيع يتم دفع 2 مليون دولار. حلو الكلام ده؟ كلام عادي ومنطقي زي ما حضراتكم عارفين، طبعا الكلام ده ما سمعتوهوش في اي حته، حضراتكم هتسمعوه هنا في ملعب الاهلي. طيب، عبد الله لما كان في اهلي جده فسخ التعاقد من طرف واحد اللي هو طرف عبد الله. ونادي اهلي جده خد ورقه على عبد الله ان لو اي غرامات جت او اي حاجه جت عبد الله هو اللي هيدفعها. وتم فسخ التعاقد من قبل طرف واحد فقط وهو طرف عبد الله السعيد. على الرغم من ان دايما في 3 اطراف او العقد موجود في 3 اطراف، النادي الاهلي المصري، نادي اهلي جده، نادي عبد الله السعيد. فلما عبد الله السعيد فسخ تعاقده مع نادي اهلي جده بناء على رغبه اللاعب، ده الكلام اللي قاله نادي اهلي جده في اوراقه اللي بعتها للفيفا، فاصبح عبد الله ملزم ان هو لانه رجع على نادي مصري، وبالتالي هو ما كملش او تحايل على العقد بتاعه، العقد الثلاثي اللي ما بينه وما بين النادي الاهلي المصري ونادي اهلي جد. طيب، زي ما قلت لحضراتكم ان هنا الشرط الجزائي ان انت تدفع 2 مليون دولار. اصبح عبد الله السعيد هو اللي فسخ عقده بناء على ورقه بينه وما بين نادي اهلي جده. فهنا النادي الاهلي عمل ايه؟ النادي الاهلي دائما زي ما قلت لحضراتكم ما بيحاول ان هو يحافظ على حقوقه وعلى جمعيته العموميه وجمهوره. فعمل ايه النادي الاهلي؟ بعت للاتحاد الدولي قال له احنا في عقد ثلاثي ما بيننا وما بين اهلي جده وما بين عبد الله بيقول كذا كذا كذا، وفي شرط بيقول كذا، اللي هو الشرط اللي بيقول 2 مليون دولار في حاله رجوعه لمصر، وهو بالفعل رجع مصر. فايه اللي حصل؟ اللي حصل بعد كده ان الاتحاد الدولي بعت للنادي الاهلي وقال له ان الموضوع ده مش اختصاصنا، لانه احنا دلوقتي هناك اللاعب في مصر او بيلعب في نادي مصري، والنادي الاهلي نادي مصري، وبالتالي ده شأن محلي. عشان كده النادي الاهلي لما جاله الجواب ده عمل ايه؟ خد الجواب وخد الورق وراح بيه للاتحاد المصري وقال لهم يا جماعه اتفضلوا اعملوا لنا الموضوع ده، علشان الاتحاد الدولي بناء على التوصيه اللي حضراتكم وصيتوا بيها، لان في الاول النادي الاهلي بعت للاتحاد المصري وقال له انا عايز حقوقي في عبد الله، فالاتحاد المصري قال له يا جماعه احنا يعني الموضوع مش بتاعنا ابعتوا للاتحاد الدولي، فبعتنا للاتحاد الدولي، الاتحاد الدولي ردها ان المباراه او ان موضوع عبد الله السعيد ده دلوقتي شان داخلي والاتحاد المصري هو اللي يحكم في هذا الشان. ادي الموضوع بمنتهى البساطه. عقد ثلاثي تم فسخه من قبل عبد الله، عقد ثلاثي الاهلي واهلي جده، الاهلي المصري واهلي جده وعبد الله، تم فسخه من طرف من ال3 اطراف، وبالتالي الطرف ده هو اللي يتحمل الغرامه اللي موجوده عليه. طيب، في مثل هذه الحالات اللي زي اللي انا بتكلم فيها حضراتكم دي، النادي الاهلي او مجلس اداره النادي الاهلي ملزم، خدوا بال حضراتكم من الكلام، النادي الاهلي مجلس إدارة النادي الأهلي والشؤون القانونية اللي موجودة في النادي الأهلي ملزمة بإن هي تجري ورا حقوقها، لأنها لو ما عملتش كده ده هيعتبر إهدار مال عام. حضراتكم القصة كده، إن ما ينفعش الأهلي يقوم جاي واخد العقد ده وحطه في الدرج
لو جاء الجهاز المركزي المحاسبات او وزاره الشباب والرياضه او كذا هيقولوا له العقد ده مكتوب فيه هناك شرط جزائي بيقول 2 مليون دولار. هو ليه حضراتكم ما مشيتوش ورا العقد بتاعكم وما مشيتوش ورا حقوقكم؟ وبالتالي النادي الاهلي دائما ما بيحاول ان يحافظ على حقوقه وحقوق جمهوره وحقوق جمعيته العموميه، عشان كده النادي الاهلي لن يسكت عن هذا الامر الا لو طلع فيه حكم. والمفروض او يعني انا طبعا ما حدش بيعلق على الاحكام، ولكن بناء على الكلام اللي انا بقوله لحضراتكم ده فان النادي الاهلي هو الاحق بال2 مليون دولار. ومن المفترض ان الموضوع دلوقتي موضوع عبد الله، لان هو اللي فسخ مع الله سعيد، هو اللي فسخ مع نادي اهلي جده، وبالتالي النادي الاهلي ملزم بالحفاظ على حقوقه الماديه، لانها هي مش فلوس الكابتن خطيب وفلوس الاستاذ العمري وفلوس، لا هي فلوس الجمعيه العموميه وجمهور النادي الاهلي، فلازم نحافظ عليها من اول جنيه او من اول خطوه لغايه اخر خطوه. فين المشكله في الكلام اللي انا بقوله لحضراتكم ده؟ مفيش اي مشكله، موضوع بسيط وموضوع عادي. النادي الاهلي بيحاول يحافظ على حقوقه لغايه اخر وقت، وهيفضل يحافظ على حقوقه لغايه اخر وقت، لانه مجلس الاداره ده اللي موجود حاليا انتخبته الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، وحده من اكبر الجمعيات العموميه اللي موجوده فيه او اللي اتعملت خلال الفتره اللي فاتت، خلال السنتين ثلاثه اللي فاتوا، الجمعيه العموميه انتخبت مجلس الاداره ده مش عشان يحطوا ايديهم في جيوبهم ويطلعوا يتصوروا لا، انتخبوا مجلس الاداره ده عشان يحافظ على حقوق النادي الاهلي.